أنا أهلا وسهلا بكم من جديد، وصباح جديد لكل الناس اللي بتتابعنا على قناة الشروق الفضائية. صباح الخير عليكم، وزي ما عودناكم دائما إنه الصباح بيرتبط لنا بالرياضة، والصباح مرتبط معانا بالنشاط الرياضي وبصلاة الجيم وبصحة الإنسان، وعشان صحتكم مهمة أكيد نحن بنجيب صالة الجيم. وصالة الجيم بتكون لوحدة من التمارين المختلفة اللي نحن مفروض نتمرنها، حتى لو كنا في البيت انت بتتابع شاشة الشروق ممكن تأدي التمارين زي ما هي وتتابع، بتلقى فريق كبير جدا قبل التمرين وما بعد التمرين. خلونا نشوف من خلال صالة الجيم شنو الحركة المختلفة الليلة أو نوع التمرين اللي حيكون ونحن حنستفيد منه. نمشي الصالة مع بعض ونرجع نستغرب. اليوم هنتكلم عن موضوع مهم جدا اللي هو عضلات الكور ماسلز، اللي هو العضلات اللي بتربط بين الجزء العلوي والجزء السفلي من الجسم. وهي طبعا هنتكلم عن الجانب التطبيقي اكثر من الجانب بتاع المعلومات العامه يعني. وهي العضلات طبعا عضلات الكور دي مهمه بالنسبه لاي شخص يعني، سواء زول رياضي او زول يعني متقدم في السن، يعني بغض النظر عن انت المستوى بتاعك كيف او هدفك شنو، فهي حاجة أساسية ومهمة جدا يعني. فهنشوف الجانب التطبيقي ونرجع لكم تاني.